كان معنا من رام الله الأستاذة نهاد أبو غوش، مدير مركز المسار للدراسات. أستاذة نهاد، مرحبا بك، صباح الخير. أسألك عن هذه الخطوات التي أعلن عنها وزير المالية الإسرائيلي، هل هي فعليا كما يقول رد على الخطوات التي اتخذها والسياسات التي تنتجها السلطة الفلسطينية، أم ربما يعني استغلها فقط كذريعة لتطبيق سياسات وخطوات كان ينوي سابقا القيام بها وتنفيذها على أرض الواقع في الضفة الغربية؟ صباح الخير وتحياتي لكم. سلام. من المؤكد أن مثل هذه الخطوات هي جوهر برنامج الحركة الصهيونية الدينية واليمين الإسرائيلي المتطرف، وهذا البرنامج تقريبا أخذ مكانه إلى برنامج الحكومة بشكل عام من خلال الاتفاقيات الائتلافية بين هذه الأحزاب وبين حزب الليكود، ولذلك هذا هو برنامج الحكومة. والإجراءات التي نتابعها منذ مجيء حكومة اليمين المتطرف حتى الآن تؤكد أن جوهر برنامج الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين هو توسيع الاستيطان وتقليص صلاحيات السلطة الفلسطينية وتحويلها إلى مجرد وكيل أمني. طبعا جاءت الحرب على غزة لتخطف الانتباه، لكنها بنفس الوقت شكلت مناخا مواتيا لتصعيد الهجمات الإسرائيلية والتصعيد اليومي ضد الفلسطينيين. الآن وزير المالية وهو أيضا يشغل منصب وزير في مكتب وزير الأمن أو وزير في وزارة الأمن، ومن موقعه هذا الثاني يشرف على ملفين بالغي الحساسية، هما ملف الاستيطان وملف الإدارة المدنية أي الجهاز المدني التابع للحكم العسكري. ولذلك من موقعه هذا أخذ مجموعة من القرارات التي تشجع الاستيطان وتشرعنه تشرعن ما هو غير يعني شرعي حتى الآن، وتمنحه مزيدا من الموازنات والدعم والتسهيلات، بالإضافة إلى ما يقدمه الوزير الآخر المتطرف بن غفير نعم. من تسليح ومن حماية أمنية ومن أيضا محاولات لتنظيم الميليشيات الاستيطانية في تشكيلات رسمية مدعومة من الدولة. لذلك هذه القرارات هي كما يدعي بن سموتريتش هي رد على خطوة الدول الأوروبية الخمس باعترافها بالدولة الفلسطينية، وبالمناسبة الخطة أعدت قبل اعتراف أرمينيا وسلوفينيا، فور اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج، ثم تحققت الليلة. الليلة كان هناك مناوشات ومشادة حادة بين سموتريتش وداعميه وبين الأجهزة الأمنية والعسكرية التي حضرت الاجتماع. نتنياهو طلب فسحة للتشاور وعاد الاجتماع ليقر هذه الاتجاهات التي شملت أيضا سحب الامتيازات الممنوحة لقيادات السلطة، معاقبة بعض الأفراد، منعهم من التحرك، وربما أيضا التلويح بطرد بعض مسؤولي السلطة إذا مارسوا عملهم ضد إسرائيل. إسرائيل تدعي أن السلطة هي التي تحرك الدعاوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل، ونحن نعلم أنه تلك الدعاوى حركتها جنوب أفريقيا ودول أخرى وحتى منظمات إنسانية أخرى، لا بل أن الفظائع الكبرى التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة هي التي حركت العالم كله ضد سلوك إسرائيل. وبالتالي يعني لا تأكيد على أن السلطة هي نفسها المشاركة أو المسؤول الرئيسي عن تحريك هذه الدعاوى. طبعا يعني بلا شك أن السلطة معنية بتحريك هذه الدعاوى، لكنها دائما ما تقابل بتهديدات إسرائيلية وأمريكية حتى لأنها يمكن أن تتعرض لعقوبات شديدة إذا ما لجأت إلى القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية. ارتباطا بما قلت في البداية أستاذ نهاد، من أنه ما يقوم به ويعلن عنه وزير المالية سموتريتش وحتى بن غفير أصبح وتحول تدريجيا إلى السياسة الرسمية لحكومة نتنياهو. طبعا هذه السياسة وإن كان معظم الشارع الإسرائيلي الذي توجه نحو اليمين خلال السنوات والعقود بالأحرى الماضية، هناك جزء منه غير راضي عنها وجزء منه يتظاهر في الشوارع ضدها في إطار هذه المظاهرات التي تشمل مجموعة من المناطق في إسرائيل المطالبة بانتخابات، المطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإرجاع الأسرى الإسرائيليين. لماذا لا تؤثر هذه المظاهرات وهذه المواقف المناهضة لسياسة حكومة نتنياهو على الحكومة نفسها ولا على سياستها؟ هي حتى الآن هذه المظاهرات كانت تقتصر على الطابع المطلبي الذي يعني يتركز في مطالبة أهالي الأسرى باستعادة الأسرى أو بجعل قضيتهم هي القضية المركزية الأولى، وهم ليسوا ضد الحرب أصلا وليسوا ضد الاستيطان، لكنهم ضد تهميش قضية الأسرى ويرون أن الأولوية القصوى هي استعادة الأسرى، وبعد ذلك يمكن لإسرائيل
أن تستكمل الحرب متى شاءت. ظلت هذه القضية في بعدها المطلب الإنساني إلى أن بدأت تتحول في الآونة الأخيرة فقط إلى أهداف سياسية بوضوح، وتطالب بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة. لماذا؟ لأن القوى السياسية المعارضة لم تكن منسجمة ولم ترمي بكل ثقلها في هذه الاحتجاجات، وبقي مثلا بيني جانتس وحزبه والمعسكر الرسمي يضع قدما هنا وقدما هناك، هو يشارك في الحكومة وأحيانا يشارك في مظاهرات الاحتجاج. أيضا نفس الشيء ينطبق على حزب يوجد مستقبل، بينما حزب اليمين الرسمي اللي بزعامة جدعون سعر وكذلك حزب إسرائيل بيتنا هم رسميا في المعارضة، لكنهم في مواقفهم من الاستيطان والحرب على غزة يبدون أحيانا أكثر تشددا من الحكومة. لذلك المعارضة الإسرائيلية غير منسجمة، وهي لا ترمي بكل ثقلها في مظاهرات الاحتجاج التي تعارض سياسة الحكومة الاستيطانية. ومعارض سياسة الحكومة الاستيطانية ليست لأنها ضد الاستيطان، لكن لأسباب استراتيجية، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى نشوء دولة واحدة بقوميتين، وهذا ما لا يريده الإسرائيليون. هم يفضلون ما يسمى النقاء العرقي لدولة إسرائيل، كونها دولة يهودية وليست دولة يهودية وعربية بنفس الوقت. من جهة أخرى يخشون أن لهذا تبعات أمنية خطيرة جدا، وأن سياسات الحكومة الإسرائيلية فيها محاباة وانحياز لفئة من السكان وهم المستوطنون على حساب باقي الفئات الأخرى من حيث الموازنات والتفضيلات والخدمات التي تقدم لهذه المستوطنات، مع أن سكان المدن في الداخل أيضا يعانون من يعني مشكلات اجتماعية وخدمية كثيرة. إضافة إلى ذلك، انهماك الحكومة الإسرائيلية في دعم المستوطنين أيضا كانت له تبعات بزيادة وزن المستوطنين والمتشددين القوميين والمتطرفين في القرار الإسرائيلي، وهذا يحمل معه يعني ملامح سياسات فاشية وقمعية حتى تجاه المختلف معهم، وليس فقط ضد الفلسطينيين. ربما في المرحلة الأولى يظهر هذا العنف في مواجهة الفلسطينيين، لكن شيئا فشيئا كما نجد في عمليات قمع الشرطة للمتظاهرين أن هذا العنف وهذا التطرف يظهر حتى في من يختلف معهم سياسيا من أبناء جلدتهم، لا بل أن هناك محاولات لفرض نوع من الإكراه الديني على المجتمع الإسرائيلي خلافا لرأي شرائح العلمانيين. ولذلك يعني كل هذه العوامل تجعل المجتمع الإسرائيلي يعارض ما يجري في الضفة من عمليات استيطان وانحياز للمستوطنين، لكنهم لا يتأثرون بشكل مباشر وقريب من هذه السياسات، لكن بعضهم يرى أن الأبعاد البعيدة لهذه السياسات سوف تنعكس سلبا على مستقبل دولة إسرائيل. كل شكر لك أستاذ نهاد أبو غوش، مدير مركز المسائل الدراسات من رام الله. شكرا.